هذا اليوم الجمعه 29 شعبان 38 و400 و1000، فان يوم بدا السبت 27 مايو 17 و2000 هو اول يوم من شهر رمضان المعظم لهذا العام الهجري 1438. وبهذه المناسبه السعيده المباركه اتوجه بالتهنئه الى سياده رئيس الجمهوريه السيد الباجي قايد سبسي، والسيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومه، ونهني كل التونسيين في الداخل والخارج بحلول شهر رمضان المعظم، وقد هل علينا هلاله هلال رشد وخير وامن وامان وسلم وسلام، جعله الله مباركا على بلادنا وشعبنا وسائر الشعوب العربيه والاسلاميه، سائلين الله ان يجعله فاتحه خير على بلادنا مما يحقق لها الاستقرار والازدهار، وان يؤلف بين قلوبنا جميعا ويجعلنا متضامنين متحابين، وكل عين وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.